تركيا تكشف الهدف الخفي من محاولة الانقلاب الفاشلة، ماذا لو نجح الانقلاب؟ علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما حدث في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو تموز 2016 والذي تحتفل تركيا بذكراه الخامسة. وقال أردوغان: لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة. وأضاف الرئيس التركي أن شعب بلاده تجاوز واحدا من أصعب الامتحانات في تاريخه، مؤكدا أن محاولة الانقلاب الفاشلة اصطدمت ببسالة وشجاعة الشعب التركي الذي قدم 251 شهيدا خلال التصدي لها. تصدى الشعب التركي للطائرات والمروحيات والدبابات والأسلحة بإيمانه الكبير فقط بشكل قل نظيره حول العالم، ما أدى لإحباط الانقلاب قبيل طلوع الفجر. ومن الجدير ذكره أن الرئيس أردوغان أولى الإرادة الشعبية أهمية كبيرة خلال مسيرته السياسية وسعى لنيل رضا ودعم الشعب في كل خطوة يتخذها، وهو ما ظهر جليا ليلة 15 تموز. وألقى أردوغان الضوء على أنه في الوقت الذي نزل فيه جميع أبناء الشعب إلى الشوارع بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة كمال كليشدار أغلو إلى المنزل وأخذ يتابع مجريات الأحداث في المطار والميادين عبر التلفاز في سلوك يتنافى مع أخلاقيات ومبادئ الأتراك. قوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة أنقرة ومطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. بدوره قال وزير الدفاع خلوص أكار إن أنقرة طهرت حتى الآن من صفوف الجيش 20,077 إرهابيا، بينهم 1,243 ضابطا كبيرا في إطار مكافحة منظمة جولان الإرهابية. وأضاف الوزير أن تركيا لن تسمح لأي خائن بارتداء البزة العسكرية المجيدة لجيش بلادها مجددا.